لازم نعرفوا كيفاش نجريو لي ماتش نتاعنا لي روتور في ظرف 4 ايام وزوز مباريات معناها مش يكونوا سهلين. ان شاء الله نعرف كيفاش نقتلوا معناها نقاط الفوز في المباراتين ونضمنوا ان شاء الله الترشح ان شاء الله. المنتخب الليبي يتميز اللي هو المنتخب مجموعة الفنيات نتاعو، هذا يقلقنا شويه نجم. والله لا، نحن ديما اون سادابت معناها لي تيب دو جو الكل. حاضرين كوم الفو، مركزين، قاعدين نخدموا على نقاط القوه ونقاط ضعف المنتخب الليبي، وان شاء الله كما قلت معناها يوم نهار الماتش نكونوا مركزين كوم الفو باش نحققوا الاوبجيكتيف تاعنا. حمد الهوني خوفنا شويه. لا حمد معناها نوجه له تحيه، الحمد لله لاعب كبير معناها مش انا باش نحكي عليه، ديما تحكي على منتخب ليبيا، منتخب فيها عناصر مهمه محترفين باهيين. ونحن ان شاء الله كما قلت لك معناها ليسونسييل نكونوا مركزين على رواحنا على انفسنا باش نعرفوا شنو نعملوا كيفاش نخدموا وعلى شنو نركزوا، وان شاء الله باذن الله معناها توفيق من عند ربي ان شاء الله نحققوا الاوبجيكتيف اللي ماشيين على خاطر واللي باش نلعبوا عليه ان شاء الله. نحسبوا التاهل ولا اليوروتور؟ ان شاء الله باذن الله. والله الحمد لله واحد يخدم على روحه، قاعد منضبط في الخدمه نتاعو. الحمد لله معناها جات كونفوكاسيون في وقتها، شرف ليا كما ديما نقول انك ترتدي معناها ماريول ليكيب ناسيونال، انه تكون حاضر تعاون وتشرف بلادك سورتو. ان شاء الله كما قلت معناها نكون عند حسن ظن معناها الناس اللي حطت فيا الثقه هذيا. معناها ليكيب ناسيونال حق اي لاعب تونسي كلكو سوا الجمعيه نتاعو، ليسونسييل معناها الخدمه والبيرفورمانس. نصور معناها الاولاد كل اللي موجودين واللي معناها حاضرين كوم الفو ان شاء الله باش نحققوا الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو نترشحوا الكوب دافريك. قاعد كنت ديما معناها نخدم على روحي مركز كوم الفو، نعرف اللي النهار هذا ان شاء الله باش يجي خاطر بالخدمه معناها كل شيء جاهز. ان شاء الله ليسونسييل هذايا با القدام، ان شاء الله واحد يكمل يركز في الخدمه نتاعو، يكمل يركز في الاهداف نتاعو وربي يجيبنا في السويب ان شاء الله. خاصه ليك يعني في العوده كمهاجم اليوم، خاصه فما مهاجمين معناها ممتازين في المنتخب، فما مهاجمين ينجموا يعملوا الفارق. الكوتش معناها يعرف لي كاليتي نتاع كل واحد فينا، يعرف ان شاء الله معناها يستغلنا كوميفو ونكونوا معناها الكل على ذمه الاطار الفني ان شاء الله.